براعم لكرة اليد في النادي الأهلي. اتفضل. الحديث بالنسبة للأكاديمية يعني هي إعداد للفرق بتاعت النادي الأهلي، فاحنا مقسمينها بالنسبة للجزيرة هنا عاملينها إلى ثلاث مجموعات. مجموعة اللي هم الصغيرين بيبدأوا من 2016، اللي هم بياخدوا ألعاب صغيرة وبداية إزاي إن هم يلقطوا الكورة، يحدفوا الكورة، يعني ياخدوا الكورة من الأرض يحطوها في ألعاب صغيرة. بالنسبة لما بيطلع المستوى بتاعه بيتحسن شوية، الأولاد بنحطهم في المستوى الثاني اللي هو بداية المهارات الأساسية اللي هم يقدروا ياخدوها، ودي بنركز فيها أكتر على أساس إن هم لما بيقدر إن هو بيتقنها. الولد بنجيب المدير الفني لقطاع الناشئين للفرق اللي ماسكهم دلوقتي الدكتور تامر، بيجي على أساس إن هو بيختار الأولاد اللي هم هيخشوا فرق. يعني احنا بنعدهم من 2012 عشان يبداوا ياخدوا التحركات بتاعه الملعب الصغير علشان خاطر بعد كده يخشوا ل 11 و12 يخشوا بعد كده الفرق. تختلف اداء المهاره بالنسبه للولاد، في ولاد بياخدوا بيلقطوا المهاره بسرعه، وفي ولاد بيبقى استعدادهم يعني بطيء شويه، لكن المدرب بيركز معاهم بيديهم اعداد اكتر شويه، توجيه في الملعب اكتر شويه، وبعدين عاملين عمليه اللي هو المميز. يعني المميز ده بياخد ساعه زياده عن فتره التدريب بتاعت الاكاديميه، وبرضه بيبقى الاشتراك يعني بتعتبر مضاعف. يعني لما اكون هنا في النادي الاهلي، المدرب الاهلي لما بيجي بيختاروا المدربين، ما بياخدش اي حد، بيختار المدرب اللي هو بيأدي المهاره، وبنبدا ان احنا كفنيين بنجهزه على اساس ان ازاي بيديله الاعداد، ازاي ان هو يمرن برضه الاولاد زياده عن المهاره اللي هو بيأديها. فلما يكون مدرب بيأدي المهاره بالتاكيد قدام الولد، فالولد لازم يقلده. الأكاديمية احنا عندنا الأكاديمية 3 أيام في الأسبوع، يوم الجمعة والثلاث والسبت. عندنا الولاد هنا بيتمرنوا بيمارسوا أكتر من لعبة، يعني بيلعبوا عندنا ولاد كرة يد وبيلعبوا سباحة، وبيمارسوا مع كرة اليد كاراتيه وجمباز. أنا بخليهم يتمرنوا فتنس لأن احنا بيجي لنا ولاد ساعات أوفر ويت، وفي ولاد كتير ما بيكونش عندهم اللياقة البدنية الكافية إن هم يقدروا يعني يبقوا كويسين بيها في الملعب، فبنشتغل معاهم فتنس شوية قبل التمرين الهاندبول. اللي بيميز اللعيبة التانية هو بيبقى أوريدي في فروق فردية بين اللعيبة، واللي بيميزه أكيد اللياقة البدنية. أنا كنت لعيبة هنا في النادي الأهلي مع فيرست تيم، كان بيمرني كابتن أليوبي اللي هو مديري دلوقتي. أكيد ببقى فاهمة في اللعبة وفي المهارات وفي التحكيم، فأكيد ببقى فاهمة. لا إحنا عندنا هنا الاحترازات الكافية، يعني الولاد بيدخلوش الصالة إلا بالماسك بتاعهم، وبعد لما بيتخلص تمرين بيعقموا إيديهم، يعني ما عندناش الحمد لله أي إصابة. يعني انا حاسه ان هي حلوه، يعني شفت كذا حد من اصحابي بيضربوا فقلت عايزه اضرب معاه. بقالي 3 سنين لا اتمرن 3 ايام في الاسبوع. نفسي اخش فريق والعب بقى معاه واخش ماتشات كتير وكده. انا بلعب بقالي مش كتير، بس 4 أشهر تقريبا بس. يعني هي انا رياضه عجباني جدا، انا حب يعني انا اخترت الرياضه دي، جربتها عجبتني جدا وفضلت نكمل فيها. يعني لا الحلو فيها اللي انا بحبه فيها ان هي فيها حركه كتير ولعبها حلو. كنت بلعب سباحه وكيك بوكس. السباحه يعني دي كده كده يعني ما لهاش علاقه بدي تاني خالص، وبين الكيك بوكس يعني الحركه والتمرينات، الحركه في دي اكتر. الهاندبول انا بقالي 7 سنين في الهاندبول. الاكاديميه انا حبيتها وحبيت الهاندبول،
وكابتن احمد وكابتن فهد بيمرنوا كويس جدا، وكباتن يعني كويسه. الهاند بول لعبه مميزه، والووتر بولو لعبه مميزه، دي فيها حب ودي فيها حب.